بركات مع فلوق جديد مقطع جديد من قناه لؤي شاب. اليوم غادي نديرو فلوق كما قلت. وحنا دابا في جردة الحمام في المدينه. هيا الجو جميل هذا اليوم وحمامات وقالت قد افصلوا الشتاء. هيا حنا حدا البرلمان دابا اللي بغي ندير المظاهرة. ايش دابا عندنا زينة نديرو شي مظاهرة. المهم حنا مرايات كلشي زوين. ورينا الاوتفيت ديالك، ورينا شنو لابس. صورة ديال الفيديو دابا كاين الجو جميل، الشميسة تقريبا مقوياش، الشمس انسطعت والجو جميل هذا اليوم، وفراشات وقلال جاء فصل الصيف. وصلت لعبت شي شويه، دابا حنا غادي للجرده الاخرى حيت كاينين جوج هنايا. هي هذه كلها جرده، غادي لبلاصه الالعاب الاخرى. بلاصه الالعاب الاخرى ثاني كاينين جوج من هذيك الطريق، لكن غادي يقوتوا علينا الا دسنا من هذا الطريق. ماشي مشكل يزيدي لا، هذيك راه الطريق. طريق علاش ما دار بلات؟ يلا هذه جريده زوينه في المدينه، وفيها البارط وفيها كل شيء، فيها جوج جريدات ديال الالعاب. اما على جرده وحده كل شيء متلاصق، كاين فيها هالبط تما، وكاين فيها بحال حديقه حيوان فيها شي بيضه الوسطى ديالها بالضبط، فيها كل شيء زوين. هاد الجريده عقل كنتي ديال الشمك اللي كانت خايبه، دابا نقاوها واعتناو بها وكل شيء مزيان. الناس كيجيو يجلسوا ياكلوا وكيلعبوا الدراري وكل شيء. الموقع ديالها حدا باب الحد. باب الحد، وحنا اصلا في حدا باب شالة. اللي قال لا يمشي لشالة. الشجر هنايا غريب. البامبو. النخل كله مايل، هذا هو البامبو. لا هو هيك بحال البامبو. هاي وصلنا لهذيك. هاي الواقع تاع راسهم مقلوب، مقلوب هو عنقو عوج، خرجتو ليا عنقو. لو بغيتي تهضر معاه خصك تمشي مور راسه. الحبس بدا فيا ياكل. دابا حنا مشيت لعبت شويه، ودابا جيت بديت كناكل، وعطيت القطيطه تاكل شي شويه. كنعطيوها البطاطا، ولكن عطينا شي شويه ديال الرز مع شي شويه ديال الرز مع هذا طن، هي تاكل هو والرز، وانا نعرف عطيتها تز. ما بغاتش خضيره، بغات الرويزه بالطن. احنا يا دابا وصلنا للبحر، سمحوا لي وريتكم شي جريده كامله. المهم ماشي مشكل، دابا حنا في البحر السويقه غادي نرجعو لنا، نرجعو نصورو ليكم. ويلا حيا ولا لا عندك الله. يلا اهلا ميما. هوا حنا يا سلوان، جو جميل هذا اليوم. صيد حوتة. صيد حوتة بصح، راه كيصيد حوتة. هو فم دا كنت فم الحوت. شوفي تما هذاك فيه الماء، فيه هبط الماء. هادي الطوليطات بصح. إنه الوادي يا سادة. الوادي المقدس. إنه الوادي المقدس. ندفعك؟ ما قدرت. ما
تقدرش. هذا الواد فات البصقة شنو سميتو؟ ما عرفتش. انا نسميك واد البصقة. واد برقراق سميتو. شنو؟ ابي رقراق. هذا هما من اهم ثلاثة الويديان في العالم. كتكتب سالومي اي لاف يو لاف سالومي لاف شكون كتلافي؟ وحنايا في السويقه كلشي زوين يا كلشي كي تمشيو لي في كورونا واللي ما عرفوش ناكل الاخضر واليابيس اللي كياكلوا الاخضر واليابيس كاين كلشي راه ما طيارات وحيوانات نقول لك قرب المترو مترو التباعد اي مترو التباعد بالك هنا شي تباعد شي مترو المفروض يديرو هك ما دايرين هك دايرين تلاصق حسبي الله احنا دابا دزنا على السويقة دزنا على سوق الصبار ودزنا على كلشي وماما شافت ليا بيتزا بنينة